مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، تتجدد التحيه مع انطلاقه الشوط الحادي عشر، وهناك ايضا للزمول محليات الاصايل شعارات يا ابناء، هناك اعزائي المشاهدين شعارات اصحاب السمو والشيوخ المنطلقه في عاصمه الميادين، الصداره والمقدمه والمركز الاول، هناك التواجد ايضا من وبران لهجن الرئاسه وعيسى بن احمد بن مايد ال خيلي يتواجد وينطلق على الصداره والمقدمه، المركز الثاني يتابع هناك شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مبارك بن محمد بن عيسى ال مطوعي في عمليه التضمير والتدريب والعناية المستمرة. انتقل مباشرة مع المركز الثالث الوصول، هناك ايضا على ثالث المراكز صوغان سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميدي يتواجد على المركز الثالث ويتسلل على المركز الثاني في هذه اللحظات. انتقل نقلة مباشرة على المركز الثالث اعزائي المشاهدين، شاهين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعامر بن حمود المنصوري يتواجد، هناك ايضا بن دعفوس في عمليه التضمير والتدريب والعنايه المستمره هنا لهذا الشعار. انتقل نقله مباشره اعزائي المشاهدين متابعينا الكرام، وصول هناك من شاهين سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم العامري في عمليه التضمير والتدريب والعنايه المستمره. بينما ايضا القدوم من شاهين على المركز السادس في هذه اللحظات سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مبارك بن محمد بن عيسى المطوعي، وهناك ايضا التقدم من هياط ايضا سمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد الهيان ناجم بن علي بن راشد الغيلاني، هنا ايضا يتواجد في عمليه التضمير والتدريب والعنايه المستمره. اتابع التحدي، اتابع الاثاره، اتابع هذه الاسماء، هنا ايضا المسطره حروف من ذهب، هناك ايضا التواجد من سراب سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم العامري في عمليه التضمير والتدريب والعنايه المستمره هنا. عوده الى الصداره مع المقدمه والمركز الاول هنا في هذه اللحظات، ما زال وبران هناك على صداره هذا الشوط، وبران لهجن الرئاسه وعمليه تضمير عيسى بن احمد بن مايد الخيلي، هناك البارع من ينطلق مع انطلاقه وبران على الصداره والمقدمه. المركز الثاني في هذه اللحظات صوغان سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. انتقل نقله مباشره اعزائي المشاهدين مع المركز الثالث في هذه اللحظات، شاهين سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم العامري في عمليه التضمير، تقدم هياط على المركز الرابع في هذه اللحظات، سمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد الهيان وناجم بن علي بن راشد القيلاني، والمركز الخامس شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مبارك بن محمد بن عيسى المطوعي، والمركز السادس من اللي قادم في هذه اللحظات. شوف التقدم من سراب يتسرب من مركز تلو مركز سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم العامري مع المركز السادس والمركز السابع، هناك شاهين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، عامر بن حمود ايضا بن دعفوس المنصوري يتواجد ايضا في عمليه التضمير والتدريب والعنايه المستمره. سلهوت هناك ايضا بدا يتقدم بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، طارش بن مبارك بالقوبع هنا ايضا في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. المركز التاسع في هذه اللحظات عشيم سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن سالم الينيبي، والمركز العاشر الوصول هناك ايضا والتقدم من صوغان ايضا سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم العامري في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة هنا لهذا الشعار. هكذا التحديات، هكذا الإثارة هنا اعزائي المشاهدين متابعينا الكرام. نعود والعود احمد الى الصداره، نعود مع وبران وانطلاقه وبران هنا، اندفاع وبران بهذا الشعار، شعار هجن الرئاسه مع البارع عيسى بن احمد بن مايد الخيل يتواجد هناك ايضا في عمليه التضمير والتدريب والعنايه المستمره. المركز الثاني اتابع التحدي هناك ايضا والاثاره في هذا الشوط، صوغان هناك ايضا يتواجد في عمليه التضمير
سوقان، هناك ايضا المملوك سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري ايضا يتواجد في عمليه تضمير والتدريب والعنايه المستمره، بينما اللي قادم هناك هياض، وصل هياض ايضا تقدم في هذه اللحظات سمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد الهيان ناجم بن علي بن راشد القيلاني في عمليه التضمير والتدريب والعنايه المستمره. اتابع شاهين وتحديات شاهين والاثاره هناك ايضا والاندفاع في هذه اللحظات. شاهين يتقدم، المملوك ايضا سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مبارك بن محمد بن عيسى المطوعي في عمليه التضمير. ختامي ندائنا هنا ايضا مع شاهين سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم العامري، هنا عوده الى ايضا الاندفاع مع الصداره مع المقدمه والمركز الاول. ما زال وبران هناك على الصداره، ما زال وبران على المقدمه والمركز الاول، يقدم لنا شعار هجن الرئاسه ويتواجد هناك البارع في عملية التضمير والتدريب. عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي يتواجد في عملية التضمير المركز الثاني. أتواجد هناك مع سوقان سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميدي، ولكن وصل هناك أيضا وتقدم في هذه اللحظات هياض، تقدم هياض وتحرك في هذه اللحظات سمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد الهيان. يلا يا ناجم بن علي بن راشد القيلاني يتواجد في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة لهذا الشعار، بينما أشوف اللي قادم هناك أيضا والمنطلق مع شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب مبارك بن محمد بن عيسى المطيوعي يتواجد في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة لهذا الشعار. بدأ الرقص هنا، بدأت تتحرك الزمول هناك أيضا وتنطلق في عاصمة الميادين. الصدارة والمقدمة وبران ما زال على المقدمة، هنا يقدم هذا العرض، يقدم هذه أيضا العروضات الجميلة على الصدارة والمقدمة والمركز الأول بهذا الاندفاع. وبران ما زال هنا بشعار هجن الرئاسة، وهناك البارع هنا يقدم لنا وبران، ولكن الله 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 الله، تقدم هناك سوقان وتحرك هياض وانطلق شاهين على المركز الثاني والثالث والرابع في هذه اللحظات. ولكن شوفوا، أتابع من اللي قادم هناك حشيم، تقدم هنا بشعار الحشمة في مكان الحشمة، هنا أيضا يتواجد في هذه اللحظات سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن سالم آلي نيبي، ولكن هناك الوصول من شاهين سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم العامري في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. الصدارة والمقدمة مع جسر العبور هناك وبران، ما زال على الصدارة والمقدمة وبران، هناك أيضا من يندفع على صدارة هذا الشوط بشعار هجن الرئاسة، يتواجد البارع في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة لهذا الشعار. المركز الثاني، هناك الوصول في هذه اللحظات والتقدم. يا سلام يا سلام، ما إن شاء الله، هناك سوقان أيضا سمو الشيخ مكتوب بن حمدان بن راشد المكتوب سعيد بن عبيد الحميري، هناك أيضا يتواجد في عملية التضمير والتدريب، ولكن هناك أيضا هياض سمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد الهيان ناجم بن علي الغيلاني في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة هنا لهذا الشعار. يا سلام يا سلام يا سلام، تحرك هناك حشيم، انطلق حشيم في هذه اللحظات، ولكن شاهين هناك ايضا في موقع واحد، حشيم هنا، يا سلام حشيم سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن سالم الينيبي في عمليه التضمير والتدريب. عوده هنا، عوده مع الصداره والمقدمه، المركز الاول هنا وبران، يا وبران يتواجد هنا ويندفع بشعار هجن الرئاسه، وبران على الصداره، وبران مع المقدمه عيسى بن احمد بن مايد الخيلي. الله يا البارع، هنا يتواجد في عمليه التضمير والتدريب والعناية المستمرة هنا لانطلاقة وبران، ولكن هياض يا هياض يتواجد مع المركز الثاني سمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد الهيان ناجم بن علي القيلاني، يتواجد في عملية التضمير والتدريب. يا سلام يا سلام، الأربعة في موقع واحد، أربعة زمول هنا أيضا في موقع واحد بشعارات أصحاب السمو والشيوخ، هناك أيضا شعار هجن الرئاسة يتواجد على الصدارة مع المقدمة
مهاجمة هنا، انطلاقة وبران، تحديات وبران هنا، أيضا اندفاع وبران، ولكن شاهين حشيم هنا، هياض هياض، سوقان وهناك أيضا وبران في موقع واحد في مسار واحد. بدأت تتحرك الشعارات، بدأت تنطلق في هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله الله، الصدارة والمقدمة، المركز الأول هنا، التحدي والإثارة في هذا الانطلاق. هياض هنا انطلق مع هذا الكيلو الأخير، الكيلو الخطير هنا، كيلو هناك أيضا، الامتحان لهذا، السلالات الجميلة هنا، الزمول بنوك المستقبل تتواجد وتنطلق في عاصمة الميادين. وبران حشيم وشاهين وسوقان، الله 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 الله، وبران هناك أيضا يتسلل من الجانب الأيمن، هياض صامد، هياض صامد، صمود الجبال هنا، تحرك هناك حشيم، انطلق حشيم وتحرك هياض، وبران في موقع واحد، الثلاث هنا أيضا في موقع واحد، وبران بقول خلاص خلاص، ولكن هياض هياض يا هياض هياض يا هياض تحرك في هذه اللحظات. يا سلام، هجن الرئاسة، وهناك أيضا هياض، وهناك أيضا حشيم، حشيم حشيم على الصدارة هنا أيضا، حشيم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد بن سالم الينيبي هنا، روح روح يا الينيبي، ولكن البارع 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 يتواجد هناك أيضا بهذه البراعة الجميلة والمميزة، شعار هجن الرئاسة، شعار هجن الرئاسة، ولكن تحرك حشيم، انطلق حشيم، الأمتار المجنونة، جولة الأوامر، جولة الأوامر، خلاص بدينا هنا، بدينا في هذا الأمتار المجنونة، الله الله، يا سلام يا سلام يا سلام، حشيم على الصدارة، حشيم مع المقدمة، حشيم مع المركز الأول هنا بهذا التحدي، بهذه الإثارة، بهذا الانطلاق الجميل هنا. تهانينا والناموس سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب سعيد بن سالم الينيبي المركز الثاني، يتواجد وبران لهجن الرئاسه، وايضا البارع المركز الثالث كان من نصيب هناك هياض سمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد الهيان وناجم علي القيلاني، والمركز الرابع هناك ايضا سوقان سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوب، والمركز الخامس كان من نصيب سوقان سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي. هكذا التحيه وهكذا التواصل هنا اعزائي المشاهدين. نعود إلى التوقيت. من عجمان تتواصل مهرجانات الهجن، الموعد الدائم مع التراث، العراقة، والتنافس القوي على الناموس خلال مهرجان سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة على قنوات أبو ظبي الرياضية. إنها ليست مجرد بطولة بل أحداث حقيقية، حيث الآلاف يشتركون بحلم واحد أمام تحدي الكبار، كأس الخليج العربي على أبو ظبي الرياضية. عندما تكون الرفاهية وجهتك والفخامة سحر يشعرك بالراحة،